السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معنا ان شاء الله اليوم جديد، فيديو جديد عفوا. المهم هانتوما كما كتشوفوا اليوم غنشارك معكم البنات هاد الحاشيه هادي. كتجي الصراحه خفيفه زوينه، شي حاجه اللي هي غير صغيره خفيفه. بالنسبه لي انا هنا البنات درت هاد العقيق، هذا المكركب هذا الصغير اللي هو ميلتي كولور، كيعطي بزاف ديال الالوان. انا نوري لكم، ها هويا شفتوه باين، هذا كيجي زوين البنات. هذا وضفته في بزاف ديال التويبات الصراحه، جا زوين. انا راه سبق لي البنات ودخلت واحد شويه هنايا في الحرير، ها هو على هذا الشكل. هذا انا راه فايت وريتكم فيديوهات اخرين الطريقه كيفاش كندخل هذا العقيق هذا في الحرير، راه كيجي زوين والطريقه سهله سهله. نبداو على بركه الله. هانتوما انا راه حبكت شويه البنات، غنزيد عاوتاني نحبك شويه في الثوب. البنات اللي عارفين راهم عارفين، وكاين اللي ما عارفش يلاه بادي كيتعلم. راه واحد الفكره البنات، ماشي فكره، واحد الموضوع، بزاف ديال البنات كيقولوا لي كيصيفطوا لي شي موديل تيقول لك شحال نقول الثمن. بالنسبه للثمن راه كل مدينه والثمن اللي فيها، فهمتي؟ كل مدينه، كاين المدينه اللي كيكون فيها الثمن طالع، كاين المدينه اللي كيكون فيها الثمن هابط، كل بلاصه وشنو، فهمتوا؟ كل بلاصه البنات وشنو. ثاني اللي معروفه كيكون عندها الثمن طالع، والجوده عندها غنيين ولا بحالنا والجوده الاتقان والجوده عندو ثمن. واخا تجي عندك شي وحده تقول لك لا فلانه كتخدمها غير بالقد والقد، ولا انت وزايده، ولا انت هذه، انت راه ما زيدتش هكاك. الا كنتي كتقني وعارفه راسك كتقني. وبالنسبه للاتقان البنات، راه كنلقى شي وحده كنصادفهم في المارشي ولا صحاباتي اللي تنعرف، الا متقونه متقونه عندها هي مزيره، هي تخدمها لك مزيره بحال كتخدم الكيس. لا، الاتقان بوحدو، الاتقان هي الحاجه تخدميها غير بشويه وعلى الخاطر، وتفينيها مزيان، تصايبي الكول مزيان وتصايبي كلشي مزيان، وتصبن وتبقى وتصبن وتبقى. مهم هل نتوما البنات، مهم انا حبكت. شوفي ها نتوما البنات كما كتشوفوا، دابا غندير السنسله وغندي ندور. غنجي في الغرزه الاولى غندير غرزه حشو، الثانيه حتى هي غادي ندير غرزه حشو، وغادي نجيب دابا شويه ديال العقيق اليديه. القياس اللي غنقدر نتحكم فيه دابا هاد الخدمه غنخدمو كنخدموها من الظهر. غندير غرزه حشو هكا، فاش غادي نسد غنجيب عقيقه وغادي نسد عليها. عفوا انا عاودتها، ها واحد ها جوج ها ثلاثه. انا درت ثلاثه العقيقات هما اللي درت. مباشره غندير غرزه حشو خاويه ما فيها والو، وغادي ندير واحد جوج ثلاثه السلسلات، وغنرجع في ديك الغرزه الحشو اللي خليت خاويه وغنرجع موراها البنات. وغادي ندير بيكو، ها هي الاولى، وندير الثانيه باش كتجيني كبيره صافي. وغادي ندير هنا عاوتاني نثبت هذيك الغرزه بيكو، هي ثبتها. دابا عاد غنبدا عاوتاني ندير ثلاثه العقيقات، ها واحد عاوتاني جوج ونسد على العقيقه، وثلاثة ونسد على العقيقة، والرابعة كنخدمها خاوية ما كندير فيها والو. وغادي ندير عاوتاني واحد جوج ثلاثة، وغادي نخدم هنا غرزة بيكو على هذا الشكل هذا البنات، وغادي نثبتها هنايا. انا دابا ثبت هاد غرزة بيكو ثبتها، دابا نجيب عاوتاني شوية العقيق اليدية. شوش باين ليهم؟ باين. انتي شدني هنا فوق البير ولا شدني هنا؟ فين كتخدمي شدك؟ المهم انا نعاود عاوتاني، ها هي عقيقه واحد، نعاود عاوتاني العقيقه الثانيه، ونعاود العقيقه الثالثه. ها انتم البنات عاوتاني الغرزه حشو الرابعه كنخليها خاويه، وندير عاوتاني واحد جوج ثلاثه، وغادي نخدم عاوتاني. غادي ندير هاد غرزة بيكو، كندير فيها جوج غرز حشو باش كتجيني شويه كبير بحال داك الدرس البريوات الراندا، باش كتجي زوينه كبيره وباينه. و
ونعاود عاوتاني غندير واحد واحد عاوتاني الثانيه كا والثالثه فيها العقيق انا غنوريكم دابا والرابعه كنسدها عادي حيت اللي كنثبت فيها البيكو البنات هانتوما هانتي شو كي دايره شتي كيفاش كتجي خفيفه وزوينه الناس اللي كيبغوا داكشي غير خفيف بالنسبه لهنا انا درت هذا العقيق المكركب تقدروا ديروا العقيق مهرس تقدروا ديروا اي عقيق بغيتوه اي عقيق بغيتوه تقدروا توظفوه كبير صغير كريستال حتى هو يجي اي حاجه المهم تجي انا نزيد معاكم واحد شويه وتشوفوا الشكل ديالها شحال عاوتاني واحد جوج ثلاثه سلسلات هانتوما درت هاد بيكو هنا بزاف ديال البنات يعيطوا ليا تيقول لك بغينا غير داكشي غير خفيف اولا رجعي لنا للقنادر دابا ان شاء الله ندير لكم قنادر علاش ما بقيتش كندير لكم قنادر البنات حيت دابا ولاو اغلبيه كيهربوا للقنادر اصلا ولاو القنادر ديال الكروشي منتشرين محطوطين غير في الزنقه تيتباعوا الناس ولاو كيشريوهم طالعين كيتقاموا عليهم رخص ولكن ماشي بالجوده اللي كتخدم المعلمه هادشي اللي بغيت نقول ماشي بديك الجوده اللي كتخدم المعلمه ولكن ملي كثروا ولاو الناس كلشي كتجيهم غاليه عتي راه قندوره البنات ديال الكروشي ولا ديال الراندا شريتو وتفصليه وعديه تخيطيه وعديه عند المعلمه تخدمو الصراحه راه تيتقام غالي كيتقام غالي غير حنا اللي كنخدمو راه كتجينا كيجينا ثمن مزيان ولكن اللي كيشريه ويعاود يخدمو داكشي والله الا تيتقام غالي انا نهضر بصراحه دابا شحال البيع كتلقاي وحده ديال الراندا بشحال دابا تلقايها ب 3600 3000 حتى ل 4000 بين هاد الثمن كتلقايها كتمشي تشري وحده كتشري قنيطره وكتجي كتقام رخيصه ولكن الا تصاوبتي براسك كتصاوب تاخديتو بزوين تاخدي غنزيد دابا غير واحد بيكو البنات صافي ونحبس ليكم جوج ثلاثه واحد جوج صافي البنات هانتوما الشكل ديالها كيفاش كيجي شتو كتجي زوينه الصراحه فن هاد الخدمه هادي شي حاجه خفيفه وهادي ديريها في القب في الكميمات في الفتاحي اللي كيبغي يدير الجياب ديريها في الجياب كتجي زوينه سامبل خفيفه وفي نفس الوقت راها خطيره فهمتوا كتجي زوينه الصراحه انا ندير يدي مورها شوف اش باينو يلا البنات بسلام عليكم كنتمنى هاد الدريس ينال الاعجاب ديالكم